يلا افتحوا صندوق النمر الوردي. يا الله شو موجود؟ شوفي بقى البوش بيت ليلى. بسم الله. واليوم انا وصديق الختيار قصي اشترينا اخطر الوجبات للشخصيات المرعبه في العالم، ومعاهم صندوق الصدمه. طيب علاء عرفنا على الشخصيات اول. عرفك على الشخصيات يا مهند، ليش تستعجل؟ اول شخصيه تويت الشرير، وجوا الصفت هذا الصندوق في وجبه خاصه فيه. اما الثاني النمر الوردي كمان جواته في وجبه شريره رح ندوقها، والثالث من كانت هيك قصي؟ سندريلا؟ سندريلا كمان بداخلها في وجبه شريره رح ندوقها، وهون باور رينجرز البطل الخارق كمان في قلبه وجبه، بس صندوقه مختلف كثير هذا يا مهند، اصغر من كل الصناديق. اما هون علاء الدين والمصباح السحري كمان داخله وجبه شريره كثير رح ندوقها، وبالاخير ليلى والذئب هي اخطر وجبه. بعد ما نفتحها يا مهند تعال معي لهون رح نفتح صندوق الصدمة يلي داخله مليان شغلات صادمة كتير. طب استنى خليني اسأل قصي اي وحدة متحمس عليها اكتر الشيء؟ انا متحمس لباور رينجرز. باور رينجرز. وعلى انت اي وحدة متحمس عليها؟ والله انا متحمس يا مهند لنفتح اخر شيء هذا صندوق الصدمة، بتوقع رح يطلع خارق كتير ورح يطلع فيه شغلات صادمة مثل ما انه كاتبين لنا. على فكرة هدول مشتريه بسعر غالي كتير، لهيك لا تضيعوا تعبنا، حطوا لايك اشتركوا بالقناة من تحت، ويلا نفتح الوجبة. طيب يلا لا خلينا نفتح بشكل عشوائي. بشكل عشوائي يلا. ايش بدك؟ لا مهند انت ايش بدك؟ قل لي يلا. خلينا نبلش اول شيء في الاميره، كثير حلوه. نبلش بالاميره يلا. انا جيت لعندك يا قصي، اختار اكثر حلوه. يلا هات لنشوف، هي اول وجبه تمام. يلا علاء. يلا علاء استنى، انت بتتوقع الاميره شريره ولا طيبه؟ مهند يا قصي ما بنقدر نميز بهذا الشيء لحتى نفتح الوجبه ونشوف شو راح يطلع فيها. يلا يا علاء. يلا. شو موجود؟ شوف مهند يا الله، رمضان مليان سكاكر. مليان سكاكر؟ شو قصته؟ مثل يلي بالصورة يا علاء. مهند هي أول وجبة طلع فيها هدول الشغلتين. طيب علاء افتحهم. شو مهند؟ يلا قصي افتح هذا وأنا رح افتح مدفع رمضان. طيب يلا انتبهوا هلا تاكلوا من هون. بدنا ناكل من هون علاء، شو بدنا نسوي؟ ناكل منهم طبعا يا مهند، مهمتنا نندوق كل وجبه بوجبتها ونشوف شو رح يصير معنا. طلعنا شيء كثير غريب. يا الله عليها رسمه فريز. ما بعرف. طيب يلا خلينا نجرب ناكل وحده منهم. انت دوق من هي وانا رح ادوق من هي. يلا يلا قصي. صوت الاميره علاء، صوت الاميره. خلينا نشوف يلا. بسم الله مين هذا؟ يا الله علاء، شوفوا علاء. لك تعال شوفوا مين اجا. الاميره. الاميره عنا. يا اميره اطلعي، يا اميره اطلعي. بسم الله يا اميره. مرحبا بك. مرحبا يا علاء. يا علاء لك صار عنا اميره بالبيت؟ صار عنا اميره. لا اميره عليها كثير طيبه. مهند يعني صرنا ثلاثه، هدول الصناديق كلهم حقيقيين، معناتها يلا بسرعة حتى نخلصهم ونفتح صندوق الصدمة. يلا 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 بسرعة. هلا أي صندوق حنبلش فيه؟ مهند أنا عندي فكرة، أي صندوق وعلى كيف الشغلة. أنا بدي أفتح هذا النمر الوردي. النمر الوردي ها؟ صندوق النمر الوردي اختارت الأميرة. يلا يا شباب خلينا نفتح صندوق النمر الوردي بما نتأخر. يلا علاء رح يطلع فيه. علاء يلا لا ارجع لورا. رجع. هي رجعت لورا ورح اوقف بيناتكم. يلا تمام حطوني يا لهون. لا تنسوا صندوق الاميره الاولى طلع لنا فيه مدفع رمضان، طلع لنا فيه سكاكر الدب صح مع ظرف الفريز صح. هلا الوجبه الثانيه خلينا نقصها لهذا الطرف مع اغراضها لهون تمام. وهلا صار دور هي. يلا يا علاء. النمر الوردي. هلا يا نمر الوردي. يلا افتحوا صندوق النمر الوردي. يا الله شو موجود؟ واو او ماي جاد ما بتنسى. مهند شو موجود؟ شو هي؟ روج للبنات حمراء، بس هذا طلع مكتوب عليه له طعمة خاصة وخصيصا للأطفال. يا الله ما أحلى. هذا رح أعطيه بما أنه للبنات، رح أعطيه للأميرة لحتى ليش في شغلة تانية؟ مهند لك؟ إيه رصاصة. طلع هي وجبة النمر الوردي المفضلة. وجبة المفضلة علاء أنا هي رح أخذ، هي رح يجربها الختيار قصي. طيب يلا يلا جربوها. يلا بدنا بسرعة لحتى نشوف شو رح يصير معنا. يلا يلا لسه عنا علاء الدين. لسه عنا علاء الدين. أنا رح أساعدك وأفتح لك إياها. يلا لأني عنا كل الوجبات هدول لازم ندوقهم ونشوف شو رح يطلع فيهم. صح لسه عنا علاء الدين وليلى وتويتي. مهند لحمة جيني شو طلع فيها؟ روز شوكولا. واو طلع يطلع الشوكولا لفوق. جربيها يا سندريلا. يلا 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 يا جربيها يا سندريلا. يلا
يلا كيف طعمتها؟ واو اوه ما اطيبها واو طيبة كثير طيبة عم تقول عجبتها هاي؟ ايه خذ لقلك طيب يلا خليه يجربها قصي صار دورك هلا انت تمام طيب يلا قصي جربها يوها يا ختيار بس انتبه لا يصير معك شيء حبيتها؟ لوين رايح؟ ايش عم يصير معك؟ لوين رايح الاختيار قصي؟ شبو؟ شبو قصي؟ عم يتحول؟ علاء عم يتحول؟ جاي 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 يلا وين قصي؟ يا الله قصي تحول النمر الوردي يا الله استنى بس طلع بس طلع طيب كثير مبين عليه قصي عم تسمعنا يا قصي؟ ايه انا عم بسمعكم يا الله شكله ما بعرف نمر الوردي قصي نمر الوردي لاني زلمه بيتحول لقصي والبنت بتتحول لبنت ها ها هي لغزه كني لهدول السنادين بس شكله كتير حلو هالا قصي يعني نمر الوردي والاميره مهند بما انه هلا تحول قصي وخلصنا من دوره لازم نفتح شيء مختص بالبنات لحتى نحول قمر ايش رايك ما بعرف احنا صندوق من صنديق ضلوا للبنات طيب نفتح صندوق يعني ما عندنا غير ليلى لك طب ليلى معناتها ايه طب يلا يا علاء خلينا نجرب تابعين الابطال بعد ما نفتح ليلى رح نفتح صندوق علاء الدين باور رينجر واخر شيء بصفي عنا صندوق الصدمه يلي مليان هدايا وجدا جدا ثقيل ما حدا بيقدر يشيله قد ما فيه شغلات كثير صادمه طيب يلا يا علاء خلينا نفتح هذا ها ليلى والذئب ليلى والذئب رح نفتحها ورح نشوف شو مخبيت لنا مفاجآت وجبه ليلى طيب يلا يا علاء يلا 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 قصي اعطاني ذكرى لإله شو هي الذكرى؟ الدقن هل الدقن قصيش للختيار؟ لا تلمسها لا تلمسها حطها هوني كيف هون؟ يلا 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 فضوا الساحة وجبة وجبة ليلى والذئب ورح نشوف شو رح يطلع فيها جاهزين بعرفكم كلكم متحمسين بس هلا رح اختار قرار كرمال متابعين الابطال وكربالكم انتو وجبة ليلى انا يلي رح اجربها ويلي بده يصير فيني يصير طيب يلا يا علاء يلا شوفي بقى قبل الوجبة شوفي بقى وجبة ليلى بسم الله همبرجر وجبة همبرجر مهند يا الله شريرة يا علاء باللون الأحمر فرجيني علاء شوفي بقلبها بسم الله شو هالوجبة الشريرة علاء انت متأكد بدك تاكلها مهند أنا رح أضحي بحياتي وأكلها لحتى نشوف رح شو رح تطلع فيها معقول حبة ما بعرف مبين عليه شريرة يلا جربها مهند جاهزين يلا جاهزين يا علاء مين؟ يلا جرب هالوجبة الشريرة يا علاء جربها علاء شو صار فيك؟ لا علاء شو صار فيك؟ علاء عم يتحول علاء عم يتحول يا متابعينا بسم الله طلعوا بسم الله تحول الذئب يا الله عم يخرب الطاولة هربي 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 يا أميرة بسم الله هربوا 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 بسم الله تخبوا تخبى تخبى يا بسم الله تخبي يا النمر الورد ويا الأميرة تعالوا تخبوا 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 بسم الله يا الله علاء الشرير تحول